4 مارس 2022. والله رانا في نهج سليمان ملاح اللي هو اكس بيريغو، ورانا في السويقة، يعني هذو الاماكن اللي يبيعوا فيهم اللحم. شوفوا هني السكات هذاك، وراه هي بين 5:30 يعني تقريبا فايتة شوية. دونك فوالا درت هذوك النهار اون فيديو لهنا، وسميت الجامع، قلت جامع عبد المؤمن كما راه مكتوب يعني في ال، وصرا واحد الديبا نقاش مع واحد الانسان يعني، ولا واحد السيده دارت كومونتير قالت لي يعني شغل يعني حاجه ما تندرش لازم نقول سيدي عبد المؤمن، وانا قلت عبد المؤمن يعني غير قصد يعني ماشي يعني قصدي نحي سيدي هذيك ولا ما نحيهاش ولا يعني نعرفوا جماع عبد المؤمن. فوالا سما دي تقدروا يعني تمدوا رايكم في الامر هذا اللي هو يعني بالك موش مهم بصح جوست برك ان ديتاي. شوفوا لهنا الوضعيه تاع الديار كيفاش راهم، الكوشة اللي كانت لهنا ودركا فوالا. يعني الكوطي اللوطاني تاع السويقة هذا يعني شغل هذا هو اللي يعني ولا كما راكم تشوفوا يعني ديروين. مام يعني الاثر تاع البنايات وهذيك قريب يروح، كاين بلايص يعني قريب يروح منهم. شوفوا يعني لا بارتي هذيك صدقوني يعني كي نشوفوها يعني هكا هي قدامنا هكا تبان راح تطيح، تبان شغل المايله الكوطي هذا شغل راح تطيح. دونك مام في لو باساج لازم الناس اللي لهنا ولا اللي يفوتوا منا يفو كيف فاس اتونسيون، لازم الانسان يتولى. راه جوله صغيره. دونك اون فاس ليه عندكم لو باركينغ ايطاج هذاك اللي منيه، على المنصورة بطبيعة الحال باب القنطرة راه الكارتي اللي راهو مقابلكم. كونستانتين مافيل باج سور فيسبوك، كونستانتين مافيل شان يوتيوب.